الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بمكون التربية المدنية القسم الخامس ابتدائي، طبعا المرجع هو المفيد في الجمعيات. عنوان الدرس كما ترون الدرس الخامس: أستفيد من الخدمات العمومية في محيطي وأحافظ عليها. نعم، الأهداف: أرصد مرافق المدرسة وأوطنها على تصميم، أشارك في حلقات نقاش حول الخدمات العمومية والحفاظ عليها وتنميتها، ثم أهيئ ملفاً حول استعمالي للخدمات العمومية في المدرسة، الحيوى أو الدوار. إذا أمهد لتعلماتي: المدرسة فضاء ضروري في كل مجتمع، لها دور حيوي في تربية وتعليم النشء والرقي بمستوى الأمة. فما هي مرافق المدرسة؟ سنتعرف على مرافق المدرسة، كيف أوطنها على تصميم، ما هي طريقة تنظيم حلقة نقاش مهمة، هذه طريقة تنظيم حلقة نقاش حول الخدمات العمومية والحفاظ عليها وتنميتها، وما منهجية إعداد ملف في موضوع اشتغال الخدمات العمومية في مدرسة الحي الدوار. سنتعرف على منهجية إعداد ملف. إذا أشتغل وأتعلم. النشاط الأول: أرصد مرافق المدرسة وأوطنها على تصميم. نعم، إذا ها هي مرافق المدرسة. طبعا هذه الحجرات الدراسية، الأقسام أو الفصول الدراسية. طبعا هذا مكتب المدير، ثم يكون عندنا هذا طبعا بجانب الأقسام يكون المرافق الصحية، هذه طبعا ساحة، هذا ملعب، ملاعب، ملعب، ويكون هنا طبعا منزل الحارس، ثم منزل طبعا المدير. ها هما سنراهم هنايا. إذا الأقسام واحد، جوج مكتب المدير، الأقسام هما هادو، جوج مكتب المدير، المرافق الصحية ثلاثة هي هذه، طبعا الساحة، ها هي الساحة طبعا، ثم خمسة منزل المدير، ثم منزل الحارس ستة، وأخيرا سبعة ملعب. نعم، إذا ثم عندنا طريقة دابا، هذا أرسم مجسم لمدرسة. نعم، إذا ما يمكنناش مثلا الطول ديال شحال، هنا عندنا 160 متر، لا يمكن مثلا أن نرسم 160 متر، بالتالي ضروري من طبعا مقياس، هو هذا مثلا. هنا عندنا 160 متر، وهنا في العرض 120 متر. إذا طبعا البعد في التصميم، أريد أن هذا المجسم، هذا المجسم هذا غنديرو في التصميم. طبعا سنستعمل مقياس، المقياس يقولنا هنا أن 1 سنتيمتر تمثل في التصميم، تمثلنا 20 متر في الواقع. 20 متر، 20 متر في الواقع. إذا 1 سنتيمتر على التصميم هو 20 متر في الواقع. بمعنى إذا ها القاعدة كيف طبعا أن نحسب بعد التصميم. القاعدة: تحويل الأبعاد الحقيقية إلى الأبعاد المصغرة في التصميم. نعم، البعد في التصميم شنو هو؟ هو البعد الحقيقي بسنتيمتر في الطول قطعة المقياس على البعد المحدد في المقياس. سنشرح ذلك. دابا البعد الحقيقي شحال عندنا هنا، الطول شحال عندنا، الطول هنا 160 متر، نحولوها للسنتيمتر. اذا 160 حولنا للسنتيمتر، عندنا جوج اصفار، عندنا 16000 سنتيمتر، غنضربوها في ديال القطعه اللي هو واحد، ونقسموها على ديال الواقع بعد ما نحولوه الى المتر. سنرى طبعا ذلك. هنا ألاحظ الرسم المجسم المدرسة وتصنيفها، ثم أسمي المرافق. طبعا سمينا المرافق المكون المدرسة اعتمادا ووظيفتها، مثلا الأقسام للتدريس، مثلا مكتب المدير طبعا لتسيير شؤون الإدارة، فهو يدير المدرسة. الساحة طبعا للعب، المنزل ديالو أهميته أنه تكون قريب من المدرسة من أجل مثلا يسهل عليه تسيير وتسيير شؤون المدرسة. فطبعا عندنا
مكتب مدير، عندنا ملاعب رياضية من أجل ممارسة أنشطة الرياضة، سنرى ذلك هنا. نعم هنا نشوفهم التي هنا. قلنا طبعا الدور الوظيفة ديال المرافق. أعرفوا معنى التصميم، أعرفوا معنى التصميم، رسم هندسي لمنشأة ما بأبعاد مصغرة، بأبعاد مصغرة باعتماد مقياس محدد. هذا هو التصميم، هذا تصميم، هذا مجسم للمدرسة، ولكن هذا تصميم ديالو. طبعا نعتمد مقياس، لأن في الحقيقة مثلا الطول 160 متر، فنعتمد المقياس أن كل سنتيمتر يمثل 20 متر في الواقع، حتى نقوم بتصميم مدرسة بلان لو بلون. إذا المقياس، تعريف مقياس. مقياس يبين العلاقة بين الأبعاد المصغرة الممثلة في التصميم، يبين العلاقة بين الأبعاد المصغرة في التصميم أو الخريطة والأبعاد الحقيقية المطابقة لها. فتيقولنا هذا أن 1 سنتيمتر راه تيمثلنا 20 متر في الواقع. أحول الأبعاد الحقيقية للمدرسة إلى أبعاد مصغرة اعتمادا على طبعا القاعدة. ها القاعدة هي هذه. إذا البعد الحقيقي شحال عندنا هنا ديال الطول؟ عندنا 16 سنتيمتر، 160 متر. إذا خصنا نحولوا إلى السنتيمتر، عندنا زوج أصفار، غتولي 16000 سنتيمتر. طول قطعة القياس، ها طول قطعة القياس هي هذه، شحال فيها؟ 1 سنتيمتر. طول القطعة هي 1 سنتيمتر، ها هي 1 سنتيمتر. نعم، ثم عن قسموها على البعد المحدد في المقياس. البعد المحدد في المقياس هو هذا. طبعا البعد المحدد طبعا في المقياس اللي هو 20 متر، هنحولها حتى هي للسنتيمتر تولي 2000. ها العلاقة. أول حاجة الطول الحقيقي شحال عندنا؟ 60 متر، نحوله إلى السنتيمتر، طبعا نزيد جوج أصفار، هي تولي هنا كانت 160 متر، هنا تولي 16 سنتيمتر. المقياس 1 سنتيمتر عندنا لكل 20 متر، هذا 20 متر خصنا نحولها إلى السنتيمتر، نزيد جوج أصفار، 20 متر هي 2000 سنتيمتر. إذا نستعمل العلاقة، إذا الطول في التصميم هو الطول الحقيقي مضروب في قطعة القياس على 20 متر اللي هي 2000 سنتيمتر اللي هي ما يمثله 1 سنتيمتر، عطينا 8 سنتيمترات. هذا الطول الحقيقي عندنا هو 160 متر، أول حاجة نحولوه لسنتيمتر ونشوفوا المقياس، عندنا سنتيمتر كيمثلنا 20 متر، هذا 20 متر سنحوله إلى السنتيمتر، ندير جوج أصفار، هنا سنتيمتر، 20 متر تساوي 2000 سنتيمتر وليس متر، سنتيمتر. إذا الطول في التصميم هو الطول الحقيقي، ها هو بالسنتيمتر، مضروب في المقياس، هذا واحد على 2000 متر، تعطينا 8 سنتيمترات. نمشيو دابا للعرض، عندنا العرض الحقيقي 120، نحولوه متر، نحولوه لسنتيمتر، زوج أصفار، تولي 12000 سنتيمتر. إذا العرض في التصميم هو كنجدو العرض الحقيقي كنضربو في واحد نقسموه على 2000 سنتيمتر اللي هي طبعا ديال السلم. هنا طبعا نشوفوا هنايا أشارك في حلقة نقاش حول الخدمات العمومية، طبعا النشاط الثاني، والحفاظ عليها وتنميتها. نعم هنا كيمثلنا الصورة الأولى، تبين نماذج من المرافق العمومية وأنواع الخدمات التي تقدمها للمواطنين. إذا هذه هي، فطبعا هذا محلات أو مراكز تجارية كبرى، مراكز تجارية كبرى، السلع التي نستفيد منها. مكتب البريد طبعا لاستقبال وإرسال رسائل، طرود، إيداع أموال، سحب أموال. هذه طبعا حديقة عمومية للترفيه والتسلية والتنزه طبعا في أوقات الفراغ والعطل. المراكز، مركز صحي للاستشفاء، العلاج، تشخيص الأمراض، طبعا التلقيحات وكل ده. هذا طبعا وسيلة نقل مهمة حديثة للسفر، تقرب مسافات طبعا بين المدن وبين طبعا العائلات. وهذه طبعا حضانة أو مدرسة أو حضانة طبعا للتعلم والتربية والمساعدة على الاندماج في المجتمع. ننظم حلقة نقاش حول الخدمات العمومية والحفاظ عليها. إذا حتى طبعا تنظيم حلقة نقاش مهمة. الأولى ترتيب الطاولات بشكل دائري، بحال اللي عندنا هنايا، هي ترتيب طاولات بشكل دائري. ثم اختيار مسير للنقاش ومقرر له، إذا ضروري يكون عندنا مسير للنقاش وميسر للنقاش ومقرر له.
ثالثة خطوة ثالثة تحديد موضوع النقاش، مثلا الخدمات العمومية وأهميتها ودورها ودوري في طبعا الحفاظ عليها. الاتفاق على قواعد النقاش، إذا ضروري من الاتفاق على قواعد النقاش، احترام رأي الآخر، عدم مقاطعة بعضنا البعض، طبعا عدم الاستهزاء بآراء آخرين. إذا هذه هي حلقة النقاش. ننجز حلقة نقاش، يهيئنا مسير حلقة نقاش بتوجيهات من أستاذتنا إلى هذه مراحل إنجاز الحلقة، إلى إنجاز ما يلي. إذا المراحل، أولا نهيئ فضاء القسم حسب التنظيم الوارد في خططه، هو اللي قلنا قبيله، يعني بشكل دائري، اختيار مسير، تحديد موضوع النقاش واتفاق على قواعد النقاش. نطلع على قواعد النقاش محددة، إذا قواعد النقاش كيف؟ بحال الميثاق في نفس الخطاطة. نتعرف مختلف المرافق العمومية الممثلة في الصور، إذا نتعرف على المرافق العمومية هادو اللي قلنا ذكرنا قبيلة. نبين أهمية هذه الخدمات، أولا من بين الأشياء أهمية هذه الخدمات العمومية في الحياة العامة، طبعا الدور ديالها ومدى مساهمتها طبعا في تيسير الحياة. يبدي كل واحد منا رأيه، يبدي كل واحد منا رأيه في هذه الخدمات العمومية طبعا. ثم نناقش كيفية الحفاظ على الخدمات العمومية، كيف نحافظ عليها وتنميتها. يقدم مقرر الحلقة نتائج عملنا، نستخلص مما توصلنا إليه أهمية تنظيم حلقة النقاش. إذا هذه المراحل، تهيئ فضاء القسم، اطلاع على قواعد النقاش، طبعا فتح النقاش حول الخدمات العمومية، تبيين أهمية هذه الخدمات العمومية، إبداء الرأي، كل واحد يشارك برأيه، ومع احتياط طبعا نناقش، ثم نناقش كيف الحفاظ على هذه الخدمات العمومية. أخيرا المقرر يقدم لنا المقرر الحلقة نتائج عملنا، ونستخلص مما توصلنا إليه أهمية حلقة النقاش. إذا هذه مهمة، الخدمات العمومية، الخدمات التي تقدم للمواطنين بحال الكهرباء، بحال الماء، الشروب، جمع النفايات من طرف الدولة، مكتب البريد من طرف الدولة أو القطاعي الخاص. سنرى طبعا النشاط الثالث، ستجدون الإجابات طبعا في آخر الفيديو. أهيئ ملفا حول استعمال الخدمات العمومية في المدرسة والحي والدوار. إذا باش نديروا ملف، ها الخطوات الأساسية، الخطوات المنهجية، عندنا تحديد موضوع الملف ومحاوره. الخطوة الأولى هو نحددوا تحديد موضوع الملف ومحاوره. الخطوة الثانية جمع المعطيات وتنظيمها، مهمة الخطوة المنهجية. ثم إنتاج الملف. إذا الخطوات المنهجية ثلاثة، تحديد موضوع الملف ومحاوره، جمع المعطيات وتنظيمها، إنتاج الملف. هذه الخطوات عندها عمليات إجرائية نقوم بها. إذا قلنا تحديد موضوع الملف ومحاوره، أولا موضوع الملف شو هو؟ استخدام أو استعمال الخدمات العمومية. المحاور ديالو الخدمات العمومية، الأهمية ديالها في المجتمع. محور آخر معالجة ثلاثة نماذج من الخدمات العمومية. والمحور الثالث وأساسي دوري في الحفاظ على الخدمات العمومية. إذا عندما نحدد الموضوع لابد له محاور ثلاثة هنا، الخدمات العمومية الأهمية ديالها، معالجة ثلاث نماذج من الخدمات العمومية، ثم دوري في الحفاظ على الخدمات العمومية. هنا جمع المعطيات وتنظيمها، استعانة بالآباء، الراشدين، الانترنت للحصول على المعلومات، صور، رسوم، مقالات، الانترنت طبعا. إنتاج الملف، معالجة الوثائق المحصل عليها وإعداد الخلاصات، إنجاز الملفات وتقديمه ملف وتقديمه الأستاذ. إذا عندنا خطوات وعندنا عمليات إجرائية. متى هنا دار الشباب، هي صورة مهمة، دار الشباب تشكل دور الشباب، أمكنة لالتقاء الشباب بعضهم بعض، يعني التواصل الشباب والتعرف على بعضهم بعض، استفادتهم من الأنشطة التي تنظمها الجمعيات، الممارسة لهذه الأنشطة. إذا بحال المحاضرات، المسرح، الرياضة، المخيمات الصيفية، فهي فضاءات مهمة لاستقبال الأطفال والشباب، للتبادل الثقافي، تعلم الحياة داخل الجماعة، والتربية على المواطنة وقيم الإسلام وقيم السلام والتسامح. وثاني هذا طبعا المدرسة تشكل ملائمة للتعلم، التعلم لمتطلبات الحياة الشخصية والاجتماعية، يعني أن التعلمات تساعد على الاندماج الجماعة الدراسية، هدفا أساسيا لتأهيل المتعلم، أي لمساعدته على الاندماج، لاكتساب القيم والاندماج في المجتمع.
اعتمد على معطيات خطط الستة والاحظ الصور اللي قلنا واحد جوج، هاد المعطيات الستة هي هذه وهاد الصور هادو اللي قلنا اه، واقرأ النصوص المتعلقة بها واقوم بما يلي. نعم، اقرأ الخطط الستة قريناها واحدد الخطوات المنهجية التي يطبقها لانجاز الملف. هالخطوات وما هذا وما هذا، تحديد الموضوع، جمع المعطيات، انتهج. نعم، أتتبع العملية الإجرائية التي أنجزها في البحث والإعداد بالنسبة لكل خطوة. إذا هذو هما الخطوات الإجرائية، هما موضوع الميل، محاور هما هذو الخطوات الإجرائية. نعم، هذو استعمال الخدمات هذا إذا فيها خدمة الأهمية ديالها، معالجة نماذج من الخدمة العمومية، ودوري في الحفاظ عليها. إذا هذو هما طبعا العملية الإجرائية. استعين بإرشاد الأستاذ وأشتغل فرديا أو مع زملائي في مجموعة. اختار ثلاثة أمثلة من الخدمات. نعم، العمومية في مدرستي أو حي أو دواري مستأنسا بنماذج الصور والنصوص. نعم، إما ناخذ هذوما ني دار الشباب وطبعا المخيمات الصيفية أو المدرسة، مكتب البريد، وسائل النقل. سنرى الإجابة اللي درنا ها هي. إذا قلنا الخطوات المنهجية تحديد موضوع الملف محاوره، جمع المعطيات تنظيمها، إنتاج الملف. هالعمليات إجرائية، تحديد موضوع الملف محاوره يعني المحاور ديالو، موضوع الملف، الخدمة، نعم، استعمال الخدمات العمومية والأهمية ديالها، محاوره الخدمات العمومية وأهميتها في المجتمع، أهمية ديالها في المجتمع، معالجة ثلاث نماذج قلنا قبيلة، ودوري في الحفاظ. ثم عندنا جمع المعطيات منهجية خطوات تنظيمها، يعني الاستعانة بالآباء الراشدين، الانترنت لجميع المعلومات، إنتاج الملف، طبعا معالجة الوثائق المحصل عليها وإعداد خلاصات إنجاز الملف. أعود إلى هنا، أذكر المرافق المكونة للمدرسة وأحدد وظيفة كل منها. مرافق المدرسة درنا بعض المرافق هما. إذا المرافق عندنا مثلا الأقسام، التعلم، الدراسة، الساحة، اللعب، لقضاء فترة الاستراحة، الملاعب، ممارسة الرياضة، مكتب المدير، تسيير شؤون الإدارة، المحترف، هذه مهمة، تعلم أشغال يدوية، مكتبة، المطالعة، القراءة، الخارجية، قصص، مجلات، مطعم، تناول وجبات متوازنة صحية. الخدمات، ما هي الخدمة التي يقدمها المرافق العمومية؟ مثلا مكتب المورد، مكتب البريد، ارسال واستقبال الرسائل، ايذاء الاموال، سحب الاموال، طرود المستوصف، مثلا العلاجات، تشخيص المرض، تلقيحات، التنشيط، دار الشباب، التكوين، اللي فيها التكوين فيها التنشيط، التعلم، اكمال مقر الدراسي، ممارسه انشطه مختلفه، المسرح، الموسيقى، الرقص، السينما، هذو كلهم الفنون التشكيليه في دار الشباب، الرياضه. طبعا اتمنى ان تكون قد